تمت سؤالها جزئية أخيرة، تقول لماذا لا تلعن الملائكة الزوج إذا رغبت زوجته في مثلا أن يأتيها وامتنع؟ نعم، هذا السؤال سبقا ورد علي في حلقة ماضية هنا أو في موضع آخر، وأجبت أن القاعدة الشرعية أن ما خوطب به الرجل فإن المرأة مخاطبة به، وما خوطبت به المرأة فالأصل أن الرجل مخاطب به إلا بدليل يستثني أحد الجنسين من الآخر في كل حالة. وهذه قاعدة أصولية قررها العلماء في الخطاب الرباني والخطاب النبوي، وأن ما يتعلق بخطاب الأنثى مثلا أو بخطاب الذكر إنما هو بحسب الحال والاقتضاء، والحال كانت في حال الذكر أو حال الأنثى أو حال الأغلبية ونحو ذلك، أو مراعاة جانب الحياة أحيانا أخرى. فالذي أراه أن ما ثبت على الزوج على الزوجة عفوا فإنه يثبت على الزوج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال حقيقة في كل شيء، ويقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والخصائص المتعلقة بالرغبة والتأثر من حال عدم وجود العشرة المعاشرة الزوجية هي موجودة عند كل من الزوجين. فإذا كان الله عز وجل قد أرسى هذا المبدأ العظيم العتيد وهو قضية أن لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والقاعدة تقول بأن خطاب كل من الجنسين موجه للآخر إلا بدليل يستثني، فإن النتيجة من هذه المقدمات كلها أن الزوج أيضا يأثم إثما عظيما إذا لم يعطي زوجته حقها مع قدرته على ذلك، والله تعالى أعلم.